بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديروا الحلوه ديال القرنفل اللي غادي نحتاجوا ليها. عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق، هو الدقيق على حسب الخليط، ولكن هنايا درت انا نص كيلو. عندي جوج ديال البيضات، عندي 125 غرام ديال الزبده، عندي هنايا جوج خمارات وواحد الفاني، عندي هنايا معلقه صغيره ديال القرنفل اللي طحنت، عندي هنايا كاس ديال السكر كلاصي، وعندي كاس ديال الزيت هنا في اناء. بعدا غادي ندير واحد القبيصه ديال الملحه. هاد الحلوه يعني كل واحد فينا عنده ذكريات معها، ما كرهش انكم تبارطاجيو معايا الذكريات اللي عندكم مع هاد الحلوه ديال الزمن الجميل. غادي ندير دابا هنايا الزبده، وغادي ندير السكر كلاصي ولا السكر سنيده اللي كان عندكم متوفر، وغادي نخدم هاد العناصر بعدا مزيان. دابا ملي تخلطوا ليا العناصر مزيان غادي نزيدوا هذوك جوج بيضات. هاد الحلوه فكرتني فيها واحد السيده كنت كنتفرج في تيك توك، حتى طلع لي الفيديو ديالها، كاينه في امريكان هواريه، وملي فكرتني فيها قلت ولا بدا غادي نصيبها ونبارطاجيها معكم. انا تقريبا نفس المقادير اللي كنا كنديروا عندنا في لافامي نفس الشيء. دابا درت الزيت، غادي ندير هذيك الفاني، غادي نزيدها، وغادي ندير هذاك القرنفل حتى هو اللي مطحون، وغادي نخلط هاد العناصر عاوتاني مزيان. دابا ملي تخلط هذا العناصر تخلطوا عليه هاد الشكل بحال هكا، دابا غادي نبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه. كي قلت لكم غادي نبدا نزيد بشويه بشويه الدقيق، وما كرهش انكم تبارطاجيو معايا الذكريات اللي كتفكركم بها هاد الحلوه، لان كل واحد عندنا ذكريات مع شي طبق ولا شي حلوه كانت كيديروها في العائله ديالهم. ما كرهش انكم تبارطاجيو معايا شي ذكرى ديالكم. غادي نزيد، غادي نبقى نزيد حتى ندخل هاد الدقيق كله. غادي نزيدو ما تبقى ديال الدقيق، وغادي ندير مع هادوك جوج خمارات، وغادي نجمع العجينه ديالي اولا الحلوه ديالي. العجينه كتجي على هاد الشكل بحال هكا كتجي رطبه. دابا انا غادي ندخلها شويه للثلاجة غير بما يسخن ليا الفران، ونوجد هذا لاطال غادي نديرو فيها الحلوه. دابا من بعد ما بردات شويه دابا غادي نديرو كويرات بحال شكل ملي كنصيبو غريبه، القياس اللي بغيتو. انا غادي نديرها على هذا القياس بحال هكا، وغادي نديرها في اللاطة. دابا من بعد ما قديت اللاطة الاولى ديالي غادي نجيب هنايا عواد ديال القرفه على هذا الشكل بحال هكا، هذه هي البارتي انا اللي كتعجبني بزاف، وغادي نغرسو كل وحده على هذا الشكل. انا الفران مسخنة على درجه الحراره 180 درجه. غادي ندخل الحلوه ديالي غير بما تبان لي انها طابت وتحمرات، وغادي نخرجوها. الحلوه ديالتنا هي وجدات، كتجي على هذا الشكل بحال هكا، تتجي مفقعه من الفوق ومحمره. غادي نقدموها ان شاء الله بالصحه والراحه، وكنقول لكم موعدنا كيتجدد ان شاء الله في الوصفه الجايه. كونوا في البوايد.